توا متواصلين معنا في جو رمضان، مازلنا باش نعطيكم وصفه اليوم. مرحبا يا شيف. اهلا بيك. شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. اليوم وصفه جديده، ونعرف اللي انا البارح كنت دللت عليك شويه وقلت لك نعملوا دي غافيولي. نتصور عندنا غافيولي اليوم. اي عندنا غافيولي اليوم. من بين الوصفات اللي عندنا شنو عندنا؟ خلينا نبداو من الاول، والحاجه السخونه الشربه. نبداو بالشربه. كيف باش نعاودوا نرجعوا نعملوا شربه فريك بالعلوش. اي كالعاده كنا قدمناها، وزاد فما برشا عاودوا طلبونا عليها باش يزوا يعرفوها. كيما نشاهدوا المقادير، عندنا لحم علوش، شربه فريك، شويه سفينيريا، بصل، كلافس، حمص، وطماطم معجونه. تقعد ديما شربتنا التقليديه مطلوبه وقد من كما قاعدين تشوفوا في المقادير على الشاشه، واللي انت قدمتهم المقادير. لحم علوش، شربه فريك، طماطم، بصل، كلافس، طماطم معجونه، زيت، ملح، فلفل الاكحل. هذه بالنسبه للشوربه. الكلافز هذيك لي زيبيس اللي ديما يكونوا موجودين في حاجه جاريه ولا لا؟ هي لا غارنتي اروماتيك، كاروت، اونيو، ايسل، الكلافس والبصل والثوم والسفنيري. هذه الشوربه الحاجه الجاريه اللي باش نقدموها اليوم في اطار المنيو نتاعنا. وعاده نراهو شايف في الايامات الاخرانيه من شهر رمضان العباد تولي تتخلى شويه على الشوربه والبريك، يمشيو ديما البلا برانسيبال والا ديسير ولا وليو ماذا بهم يخرجوا يكملوا في ساعه الفتره ويخرجوا. عفوا برشا ناس تولي تبعوا فينا صحيت باش ياخذوا حوايج العيد. فما برشا ناس مازالوا ماهمش حاضرين للعيد، دونك قولوا لهم ازربوا رواحكم شويه. خلينا نتواصلوا معاكم ونشوفوا الطبق المواني. قاعد نشوف في الديكروفيت مونيا. ديكروفيت. اي. وتبيع بالله ملاحظه صغيره بركة، راهو الكروفيت بالعربي راهي جمبري. جمبري. ما عنديش حتى حل اخر، خاطر برشا يقولوا لي قولي لي راهو كروفيت، نقول له كروفات، ما نقولوش كروفيت، كروفيت هذيك الفرنسي. بالعربي راهو جمبري. ولا روبيان. ولا روبيان. روبيان. روبيان في الخليج نفسه. في الخليج يقولوا روبيان. اي. عندنا الجمبري، روبيان، الكروفات، المهم تفهمونا. وكروفات اذا كان كان يحبوها. هذه هي الكروفات، دونك شنو باش نعملوا بها الكروفات هذه؟ فما كروفات بارتي باش نعملوا بها صوص. اي. والبارتي الثانيه باش نديكورديكيوها ونقصوها ونخلطوها مع الفرماج مع شويه معدنوس شويه بصل ونعملوا بها الفرس نتاع لي غافيولي. نشوفوا المقادير. بالنسبه للمقادير، فرينه، ملح، عظم، ماء، زيتونه، بصل، ثوم، جمبري، طماطم، وكريمه طاز. بالنسبه للفارس نتاع لي غافيولي اللي باش نعملوهم نقدموهم اليوم، عاده لي غافيولي يجيو باللي فروي دو مير من داخل. نعرف نجيب السومون، نجيب السومون، نجيب شفريت، شفريت ومثال وبوتا شفريت وفرماج. يعني نجم نحطوا فيها اي فارس، نجم نحطوا لي تروف، نجم نحطوا فيها شامبينيون. براتيكومون اي حاجه نجموا. انا الحاجه الوحيده اللي ننصحها للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، برشا عباد يظهروا ما عندهمش الوقت باش يعملوا لي غافيولي في الدار، حتى كي تشريوها من برا دو بريفيرونس ما يشريوش فروي دو مير من برا. في لي كروفيت في لي غافيولي اللي يبداو حاضرين، الحم ما يسالش، يمكن شامبيون ما يسالش، جبن ما يسالش، لكن ديما الفروي دو مير يسيب سالمونيل اللي هي سي اون باكتيري، دونك نحاولوا نبعدوا عليها. بالنسبه للي غافيولي فريش اللي نعرفوها مش توا حاضرة، اللي يبداو في الباكويت موجوده وموجوده في الفريجيدير. ديجا دو بريفيرونس ماذا بينا نحضروها احنا في الدار. كما قلت للجميع اللي ما عندهمش وقت صحيح، اما تبقى ينجموا يقراوا حساباتهم انهم يحضروا لي زانغريديون دافونس، مثال البارح كان البارح اليوم باش ينجموا على كل نجموا زاد يشاركوا في جو كيتشن ايد على جي 85 890، جي 85 890، تنجموا تربحوا معنا اون ماشين نتاع غافيولي علاش لا، مهدات من كيتشن ايد. عندهم الماكينه هذه اللي تعمل توسكي بات فريش. دونك جي 85 890، سؤال زوز احتمالات، تختاروا الاحتمال الصحيح وتفوزوا مع معنا في جو كيتشن ايد. ودايوغ الفايز معنا هو هيكل العكرمي من جابس. هيكل العكرمي من جابس، مبروك ليك الهديه مهديه من كيتشن ايد في اطار الجو اللي نقدموه كل مره في جو رمضان. به نعاود نرجع نحكي على غافيولي، نرجع نحكي على الكروفيت. دونك كيما قلت لنا شايف باش نعملوا بارتي فارس نتاع الغافيولي، والبارتي الاخرى باش نعملوها صوص، باش نعملوا صوص
كومبانيمون للرافيولي شكون بالكروفيت. باهي جميل جدا جميل جدا ما طبخ تعديوا للطبق الموالي وكانوا قد شافوا المقادير على الشاشه لانه قدمهم المخرج. نشوفوا من بعد الطبق الموالي. الطبق الموالي شنو يكون في رايك طبق موالي؟ انا نقول هذيك مرقه المالح اللي بالكعاب سيسا طاجين مرقاس. طاجين مرقاس طاجين مرقاز. بالنسبة لطاجين مرقاز هو زاد طبق تقليدي، راك نقولوا طاجين مرقاز مش بالمرقاز يعني. اللحم مفروم. اللحم مفروم. اللحم مفروم ومرقاز. نشوف المقادير على الشاشة. اللحم مفروم، نعناع، هريسة، طماطم معجونة، زيت زيتونة، زيتون، فلفل بلعبيد، ليمون، كبار، ملح، فلفل أكحل. دونك كيما حكينا قبل قلنا باش اللحم يقعد شادد روحه نزيدوه شوية ماء خاطر على البيمين. باش يتلم مع شويه ثوم فوحوه في احنا العربي هريسه على شويه نعناع ملح في الاكحل لي بيس العاديه نتاعنا. نحضروا صوص صوص طومات ليجير ومن بعد نسقطوا فيه ال يمكن نصيحتنا للناس اللي تابعوا فينا ماذا بينا المالح كي نشريوهم نشلوهم بالماء سخون باش يتنحى الملح نتاعهم ونحاولوا نقصوا انه ما نزيدوش الملح نذوقوا قبل ما هذوما بطبيعتهم دي ساليزون يعني ملح اما فيش حاجه قبل ما تجي مريم ونتصورها هي شاطرني الرعايه. ديما المملحات كيما الزيتون والكبار وفلفل بلعبيد والليمون وكل سيغتينمون يعطشوا ياسر وهما من بين الحاجات اللي يعملوا الريتونسيون دو سورتو عند المراه ويبان عندها السيلوليت. ماذا بينا حتى كي عطشونا ونشربوا الماء، الماء ما يكونش بارد برشا، يكون ملذذ خاطر الماء البارد هو الكوز برانسيبال زاده نتاع السيلوليت في البدن نتاع المراه. ونحن على بواب صيف وعلى بواب بحر وميو واجواء. خلينا نشوفوا الوصفه الاخيره لو ديسير. الديسير كالعاده ما قلت لي اسم شوكولاته ما تخيبش على الطاوله. باش نعملوا ترافل بالشوكولاته. شوكولاته وكاكاو، عندنا شويه سكر، كريم فريش، شوكولاته. وصفه سهله على الاخر، ما طلبش برشا وقت. وبريزونس تاع شوكولاته في ديسير كما شاهدوا مقادير على الشاشه، شوكولاته، كريمه طازه، كاكاو، سكر. كيفاش نحن باش نعملوهم دي بولات؟ دي بولات. وانغولي في الكاكاو. كي تقول لي انت شوكولاته وكريمه طازجه وسكر، كيفاش نجموا نعملوهم لي بولات؟ ماهو باش نذوبوا الكريمه الطازجه نزيدوا شويه سكر ونزيدوهم بعد شوكولاته. عباره على قناش. ومن بعد هذيك ناخذوا بارتي في الليمولة؟ لا 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 لا. ناخذوا بارتي بالبيدينه نكعبروهم دوبليش وندحرجوهم في الكاكاو. داكوغ. جميل جدا. يعطيك الصحة شيف. هذه وصفة اليوم نزيد نذكركم للناس اللي يتابعوا فينا، شربة شعير باللحم العلوش، عندنا دي كروفيت جمبري في الصوص وزاد عندنا معاهم غافيولي بالكروفيت والريكوتا، عندنا مرقة مالح هكا طاجين مرقاز اللي عايشوا مرقة مالح طاجين مرقاز. انا نزيد فيه شوية لوبيا على فكرة معناتها اي اجتهاد شخصي كل واحد وصوصه ديغو. وعندنا دي تروف بالشوكولاتة هكا؟ اي حفظت درسي؟ ما شاء الله عليك. انتم حفظتوا دروسكم باش نواصلوا معكم سيغتينمون في الروبريك هذه لازمكم تحفظوا دروسكم على خاطر محمد علي تبان باش يعطيكم مجموعه من النصائح في روبريك فيتنس، فيتنس اللي كل مره تجيكم في جو رمضان تبعوا مليح النصائح هذيا باش من بعد ما تقولوش اي ظهري وعندي دي شيغور. نعرف وقت يكون لي موفمون غالطين تنجم تصيركم بعض لي كومبليكاسيون، هذاك علاش لازمكم تتبعوا مليح دالي تبان في فيتنس وراجعين. ما فماش اطار قانوني يضبط حقوق الفنانين. فما دي تكست، فما نصوص ينصوا على الموضوع هذا. عندنا افوكا نتبعوا الحكايه هذوما معناها الكل، لكن ديما فما دي ديباسمون، فما تجاوز فهمتني في المجال هذايا، في لانه مش محصور ياسر في نهايه الامر، مش محصور ياسر، مش قانونيا بحت معناها في النصوص، في النصوص موجود، فما لو دروا دوتور موجود، لكن ماهوش مطبق معناها على شايف لحظات أخيرة تفصلنا على نهاية الموعد. اليوم طيبنا شربة بالفريك بالعلوش، طيبنا زادة طاجين مرقاز، عملنا دي غافيولي وكروفيت بالصوص وفينالمون لي تروف. هذايا المنيو نتاعنا بالنسبة لليوم. يعطيك الصحة شايف على كل يوم، كل يوم دبارة، كل يوم نسهلوا عيشة المرأة التونسية في الكوجينة. حاجات سامبل اي باش ما تشدش برشا وقت في الكوجينة. لاحظنا اليوم من خلال ساعة ونص كملنا
لونتخي الشربه البلا برانسيبال والديسير. كل شيء حضر. يعطيك الصحة. هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية موعدنا. نزيد نذكركم بجو كيتشين ايد جي على 85 890 جي على 85 890 هذايا رقم يخليكم تكونوا فايزين معنا في جو رمضان. ما تنساوش باش تدخلوا في الباج فيسبوك جو رمضان بالعربي والا بالسوري. تحية للناس اللي تابعتنا الكل، تحية للستاف تكنيك اللي أمنوا هذا الموعد، تحية لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا في استوديو. ما بقينا كي نقول لكم شهية طيبة، نتلاقاو إن شاء الله غدوة كالعادة من نص نهار الماضي ساعتين على قناة حنا بعل.